اي اعلان بتعمله او اي محتوى بتسوقه بيبقى اهم حاجه فيه الريتش، واللي هو انت تقدر توصل للناس كام واحد بتوصل له، المحتوى بتاعك بينتشر انتشاره عامل ازاي، ودي بتبقى اغلى حاجه. كل منصات التواصل الاجتماعي الفلوس اللي بتدفعها لها دي بتدفعها لها عشان الريتش، عشان يحط قطعه المحتوى بتاعتك او الاعلان بتاعك قدام الناس. السوستات والفوانيس والبيلبوردز والبيلبوكسز الموجوده في الشارع ما بندفع لها، بندفع لها عشان الريتش، ولما سعرها بيزيد وبيقل بيزيد عشان موقعها، او موقع مهم وبيعدي عليه ناس كتير سعرها اعلى، لو موقع مهم بيعدي عليه ناس كتير تقدر تدفع اكتر يبقى سعرها اعلى واعلى. نفس الحكايه في فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وكل منصات التواصل الاجتماعي والانستجرام اللي انت بتحط عليها اعلانات. ايه هم بياخدوا منك ثمن؟ ايه بياخدوا منك ثمن؟ الريتش، يقدر يوصلك لكام واحد. لو قلت لك ان في طريقه توفر عليك جزء كبير جدا 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 من ثمن الاعلانات لو ما كانش كلها، لو انت مش مستعجل على النتائج، وتزود الريتش بتاعك بطريقه كبيره جدا، ايه رايك تعملها؟ احنا بنعمل الموضوع ده دلوقتي، هتعيش معانا التجربة دي لحظة بلحظة وثانية بثانية. تعال اقولك ازاي توفر جزء كبير جدا من ثمن الاعلانات وتزود الريتش بتاعك، فرصة غالبا مش هتتكرر. تعالوا نشوف مع بعض. ازيكم، عاملين ايه؟ انا حسن المراغي، وانت او انتي بتتفرجوا على ديجيتال ماركتنج لابس، مجموعه حلقات احنا بنعملها بنناقش فيه كل ما له علاقه بالتسويق والتسويق الالكتروني، كتابه المحتوى، صناعه المحتوى، التسويق بالمحتوى، وكل حاجه تانية ليها علاقه بالكلام ده. احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الريتش بتاعك، انك انت الريتش اللي بتدفع ثمنه في الاعلانات اللي انت بتدفعها سواء كل فيسبوك او انستغرام او غيره، او حتى لو معكش فلوس اصلا تعمل اعلانات، انا هقول لك دلوقتي الحل ايه واحنا بنعمل ايه، وهتعيش معانا التجربه دي لحظة بلحظة. المعلومة دي احنا خدنا وقت على ما طبقناها واشتغلناها، لان احنا كنا بنفكر فيها وندرسها، ولكن اول ما طبقناها ولقيناها ناجحة معانا وعاملة معانا نتائج كبيرة جدا، لازم كنا نشاركها معاكم ونقول لكم احنا بنعمل كده ازاي، فتعرفوا تعملوا زينا وتقلدونا. الحكاية بدأت ازاي؟ الحكاية بدأت ان يوتيوب عملت فيتشر جديدة اسمه يوتيوب شورتس. يوتيوب شورتس ده هم عاملينه بقاله 4 شهور دلوقتي تقريبا، ويوتيوب شورتس فيديوهات قصيره زي بتاع تيك توك، ليها نفس الفورمات بتاع التيك توك، بتطلع بنفس الطريقه. احنا نزلنا فيديو على يوتيوب شورتس وخدنا نفس الفيديو نزلناه على الاكونت بتاعنا على تيك توك اللي كان عليه فيديو واحد عليه مشاهدتين، وهقول لك عملنا ايه، وهوريك النتائج، وهوريك وهتشوف سكرين شوتس يمكن في الايديتنج بعد ساعتين من دلوقتي. قبل الايديتنج الفيديو ده كان عامل شغل كبير جدا بالنسبه لنفس الفيديو اخوه توامه على يوتيوب. الفيديو اللي نزل على يوتيوب من ساعتين ثلاثة كان عامل 30 فيو. الفيديو نفسه هو اللي نزل على تيك توك قبله بساعتين كان داخل في 800 وشوية. انا عارف ان احنا لما نيجي نعمل اديتنج كمان ساعة عشان ننزل لكم الفيديو ده النهاردة، الفيديو ده بيتصور في يوم ما انت هتشوفه، هيبقى فوق 1000 وشوية. ونزلنا فيديو تاني النهاردة، الالف وشوية دول بقى رقم رهيب. انت اصلا في يوم واحد عامل 1000 وشوية، واحنا القناة ليس لها وجود، احنا مش شغالين عليها، احنا ما فيهاش فيديوهات، ما عندناش فولورز، كان عندها 2 باين تقريبا ولا واحد كده، واتنين دول واحد لقينا بالصدفة من الكلاينتس بتوعنا او من المشاهدين بتوعنا على يوتيوب، والتاني تقريبا اللي هو كان فولو فور فولو، ده اللي هو زي سب فور سب غالبا يعني. دلوقتي قبل ما نخش هم 100، هل ده رقم كبير؟ هو ده رقم كبير بالنسبة للمحتوى المرئي الاورجانيك ريتش، ده اورجانيك ريتش، انت بتحط نفسك قدام الناس دي. انا عارف ان احنا لما هنيجي نتابع مع بعض في الايام اللي جايه والفيديوهات اللي جايه في الاسابيع اللي جايه احنا عملنا على تيك توك ايه، وتتابع معانا خطوه بخطوه وتشوف اناليتكس بتاعتنا والحكايه ونجاوبك على الاسئله دي، ان احنا هنشوف ارقام رهيبه جدا، لان هو باين من خلال خبرتنا في الموضوع قادرين نشوف ان ده هيبقى موضوع كبير جدا جدا جدا. طيب انت لما تيجي تعمل كده تعمل كده ازاي؟ الفكره دايما في المحتوى، المحتوى اللي احنا قصناه وحطيناه احنا عارفين ان هو محتوى كان جايب نتيجه كويسه على البلاتفورمز كلها اللي اشتغل عليها، وكنا عارفين ان هو محتوى قوي جدا فحطيناه على يوتيوب. طب تقول لي طب ما انا ما بعرفش اعمل محتوى قوي، اقول لك ما انت طول ما انت بتتفرج علينا ان شاء الله هتتعلم تعمل محتوى قوي زي. وهقول لك الاورجانيك ريتش على تيك توك والوصول على تيك توك رهيب. كل اللي احنا عملناه ان احنا حطينا طبعا الكونتنت يكون كان عارفين ان هو كونتنت كويس، حطينا تايتل كويس والتايتل ما بيتقريش، ان هو موجود على اللي موجود على الفيديو تحت الناس بتقراه بعد ما بتشوف الفيديو، وعملنا حاجه مهمه جدا وكانت الهاشتاجز، حطينا الهاشتاجز اللي ليها علاقه بالفيديو عشان تيك توك ياخد الهاشتاجز دي، ياخد الفيديو ده ويطلعه للناس اللي مهتمه بالموضوع ده وبالسبجكت ده. ده جاب معانا نتيجه هايله جدا في فيديو واحد. احنا بنقول عليها ان هي هايله جدا رغم انها ممكن بالنسبه لك او بالنسبه لناس ثانيه ما يبقاش رقم كبير جدا، لان مقارنه بنفس الحكايه على يوتيوب، قناه احنا شغالين عليها بقى لنا فتره، احنا عارفين احنا بنعمل ايه على يوتيوب، احنا بقى لنا فوق ال 12 13 سنه عندنا خبره في الموضوع ده وبنتعامل معاه واشتغلناه كتير جدا من نفسنا ومع كلاينتس ويعني عارفين الموضوع كويس جدا،
الفيديو ده عمل 30 عمل 30 لايك عمل 30 فيو و4 لايك. ده قبل التصوير كان عامل 800 وشويه. وانا عارف ان لما نيجي نعمل اديتنج بوريك الصوره زي ما قلت لك من ثواني ونوريك الداشبورد بتاعتنا هتلاقي الفيوز عليت. ما عندناش اناليتكس ان الموضوع بقاله تقريبا 24 ساعه، ولكن الاسبوع اللي جاي لما نعمل فيديو تاني ليه علاقه بالموضوع ده هتشوف الاناليتكس وهتبقى قادر تشوف معانا خطوه بخطوه، وهنقول لك احنا الاستراتيجي بتاعتنا ماشيين فيها ازاي. لو عايز تتعلم تشتغل تيك توك ازاي معانا خطوه بخطوه وتستفيد من اللي احنا بنستفيد منه دلوقتي ده والريتش اللي هو له بفلوس، لان الالف دول عشان تاخدهم على يوتيوب وتاخدهم على فيسبوك دول بفلوس، واحنا عملناهم في يوم واحد في فيديو واحد واحنا لسه فيديوهات قليله جدا. الفيديو نزل النهارده الصبح والفيديو الاولاني كان عامل 2 فيوز. ده بفلوس، وتقدر ان انت تريبليكيت ده، تقدر ان انت تعمل زينا بالظبط زي ما احنا عاملين، فتقدر توصل للناس دي، وده بيترجم بفلوس. الريتش ده له ثمن، وقدام شويه في الفيديوهات اللي جايه هنوريكم كمان لو نفس الريتش ده كنا وصلنا له على فيسبوك او على يوتيوب كنا هنعمله ازاي. قول لنا في الكومنتس انت مستعد تشتغل على تيك توك؟ رايك في تيك توك ايه؟ انت ايه سياستك في التسويق المحتوى لو انت مش هتشتغل على تيك توك، او عايز تتعلم معانا على يوتيوب وتشوف الموضوع وتعرف تبدا قناه يوتيوب ازاي او تيك توك ازاي، قول لنا في الكومنتس وهنرد عليك. خلينا نخلي الكومنتس مكان موجود فيه الاجابات دي. لو انت بتتفرج على الفيديو ده بعد ما الفيديو ده نزل بسنه، احنا برده هنرجع ونجاوب على اسئلتك على الفيديو ده بالذات، لان احنا عايزين الفيديو ده يبقى عليه كومنتس كتير. لو انت عايز تشوف تيك توك تاني وعايز تشوف الاناليتكس بتاعتنا وايه اللي حصل، تنساش تعمل لايك للفيديو. عندنا لايف يوم السبت اللي جاي هنتكلم فيه كلنا اساسا على ازاي هنبدا على يوتيوب، هنتكلم فيه كمان على تيك توك الحاجات المشتركه منهم، انه في منهم مبادئ مشتركه كتير. واحنا كنا لسه قبل اللايف دوس على الثام نيل ودوس ستا ريمايندر، لو كنا بعد اللايف هتدوس عليها هتتفرج عليه. واقول لكم شكرا لحسن استماعكم واشوفكم هناك.